بس لا بوليس انت ما نعزز كاع غسل حقنا الطفل يون ومذن دار بعد العمر 34 نيسك وسن يكزن زون لهيوف فران 238 نتاع قوشين لاقن على بسيكوتروب ان نغرس 75 لي غرام من الكيف يدينا يوسف غرينار سيسرا بس لا بوليس. تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعزازقة بأمن ولاية تيزي وزوم من ضبط وإيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة ينحدر من ولاية تيزي وزوم متلبس بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. العملية مكنت من ضبط 238 كبسولة من المؤثرات العقلية، 75.99 جرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي مقدر بربع ملايين سنتيم من عائدة ترويج هذه السموم. بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم بتاريخ 31 أكتوبر 2023 تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة المختص إقليميا عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.